بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا سنة تالتة، سواء طلبة تالتة علوم حيوان خاص، شعبة حيوان خاص، أو شعبة كيمياء حيوان. كل سنة وانتم طيبين. دي المحاضرة الأولى ليا معاكم في كورس المسمى بتاعه Invertebrate of Egypt. Invertebrate of Egypt احنا بندرس الترم ده اللافقاريات اساسا اللي بتعيش في مصر، وبندرسها من ناحية ايه؟ بندرسها اساسا تاكسونومي او كلاسيفيكيشن، اللي هي عملية التصنيف بتاعة هذه الحيوانات اللافقارية اللي بتعيش. ونتعرض قليلا للبيئة بتاعتها والناحية البيولوجية بتاعتها. سليم، فاحنا هنبتدي تاني. كل الفايلة اللي انتوا اخدتوها في سنة اولى وفي سنة تانية من ناحية البيولوجية، كل الفايلة دي بناخدها تاني السنة دي طبعا معايا ومع الدكتور فايز والدكتورة فادية والدكتور السيد، بتاخدوها ولكن من اساسا من الناحية التصنيفية. بنعرف تصنيف الحيوانات، بنعرف اماكن المعيشة بتاعتها والبيئة بتاعتها، بنعرف الفروقات التصنيفية بينها وبين بعضها، بنعرف ازاي نعمل مفتاح او كي للتصنيف هذه الحيوانات. وعلشان كده المحاضرة دي انا برجع بيكم مرة تانية لطرق التصنيف بتاعة الحيوانات، المعايير اللي انا على اساسها بصنف الحيوانات. يعني بصنف الحيوانات دي هنشوف المعايير دلوقتي ونشرحها معيار ومعيار، ونشرح الاكسبريشنز اللي انتوا اخدتوها قبل كده او الاكسبريشنز الجديدة عليكم، وفي نفس الوقت نعرف انواع التصنيفات اللي اتحطت من زمان واللي هي واحدث انواع التصنيفات اللي موجودة دلوقتي. ببتدي هنا في الشريحة دي System of Natural Classification، ببتدي في الشريحة دي بعرف بيها بداية تصنيف الكائنات الحية بصفة عامة. أنا لسه ما دخلتش في المملكة الحيوانية لوحدها، ببتدي أعرف بداية تصنيف الكائنات الحية بصفة عامة. يعني إزاي؟ يعني سواء بقى نبات، حيوان، بكتيريا، المهم ببتدي أشوف التصنيفات دي. فأقدم تصنيف خالص في البداية خالص كان في 18، وده لينيا سيستم بيعود لاسم العالم اللي هو عمل التصنيف ده، كان اسمه لينياس، وعمل تصنيف بسيط جدا بسميه تو كينجدوم سيستم، يعني نظام الاثنين كينجدوم. كينجدوم يعني ايه؟ سنه ثالثه يعني مملكه. طبعا اكيد عرفنا الكلام ده من سنة اولى، نحن لما بنيجي نصنف الحيوانات بنحطها في المملكة، هي اكبر كاتيجوري او اكبر مجموعة، وبعدين نبتدي نصنف. وعلى فكرة هي مش اكبر مجموعة، هي في فوقها حاجة اسمها الدومين هنوصلها دلوقتي، بس الكينجدوم هي اللي مشهورة قوي في الاستخدام في التصنيفات. الدومين بتضم كذا كينجدوم معاه، لكن الكينجدوم تبتدي تحتوي تحتها مجموعة من الفايلة أو الشعب، وبعد الفايلة تنقسم إلى مجموعة من الكلاس تنقسم إلى مجموعة من الأوردرز، والأوردرز اللي هي الرتب تنقسم إلى مجموعة من الفاميليز اللي هي العائلات، وبعدين الفاميليز تبتدي نحط تحتها الجينس والاسم السبيشيز. فهنا هو قسمها لمملكتين اتنين، تقسيم بسيطة قوي ومبسطة وواضحة، تو كينجدوم كل الكائنات الحية، فحطوهم تحت مملكتين اتنين، أنيماليا وبلانيتا. أنيماليا اللي هي المملكة الحيوانية، وبلانيتا اللي هي المملكة النباتية. وضم بقى تحتهم حاجات كتير قوي، تحت البلانيتا ضم الالجي والفانجي والبكتيريا وكل حاجة تحتها، وتحت المملكة الحيوانية ضم تحتها البروتوزوا والحيوانات كلها. طبعا اكيد نعرف كلنا الحاجات الفروق الكبيرة او الفروق العريضة بين الانيماليا والبلانيتا. الانيماليا اي بيتحرك من مكان لمكان وله جهاز عصبي او له اعصاب واعضاء حس،
ده بيبقى تحت المملكة الحيوانية. أما اللي بيفتقد الانتقال من مكان لمكان اللي هي عملية الحركة وأعضاء الحركة وفي نفس الوقت ما فيهوش جهاز عصبي فده بيبقى البلانيت. ده كان تقسيم لينياس سنة في القرن ال18 إن هو تو كينج دم سيستم أنيماليا وبلانيت. في القرن ال19 سنة 69 يعني بالنسبة للجيل بتاعكم بعيدة شوية، لكن هي مش بعيدة شوية ولا حاجة، ده سنة 1969 ده كان ويتكر سيستم. ويتكر سيستم كان التقسيمة بتاعته عبارة عن فايف كينج دام سيستم. فايف كينج دام سيستم يعني فصل بقى شوية حاجات، فصل شوية حاجات عن البلانيتا من البلانيتا، وفصل شوية حاجات من الأنيماليا وحطهم تحت كينج دام مستقلة. فسماها الأول كينج دام منيرة، والمنيرة دي بتضم كل أنواع البكتيريا سواء الأركي بكتيريا اللي هي البدائية أوي أو الإيو بكتيريا البكتيريا الحقيقية، فحطها تحت كينج دام خاصة بها المنيرة. وبعدين حط الفانجاي في كينج دام خاصة بها، والفانجاي دي اللي هي الفطريات مالتي سيلولار. والبلانيتا بقيه البلانتز او النبات بدون الفانجاي وبدون البكتيريا وبدون الالجي بنحطها تحت البلانيتا، والانيماليا اللي هي المملكه الحيوانيه. امال ايه البروتيستا دي؟ البروتيستا دي مملكه مستقله بذاتها بتضم كل الكائنات اليونيسيلولار، بتضم كل الكائنات اليونيسيلولار. اليونيسيلولار يعني وحيدة الخلية، كل الكائنات اللي هي وحيدة الخلية اللي هي الكائن فيها عبارة عن خلية البروتوزوا، ودي واخدها من الأنيماليا، البروتوزوا اللي هي الحيوانات الأولية، وزي الألجي اللي هي الطحالب ودي واخدها من البلانت. يبقى هو جه خد البكتيريا حطها في كينج دام لوحديها اللي هي كينج دام المنيرة، وجه خد والفانجاي او الفطريات حطها لوحديها في كينج دام، وبعدين جه خد من البلانيتا الالجي او الطحالب، وخد من الانيماليا والالجي او الطحالب دي اللي هي يونيسيلولار او وحيده الخليه، وخد من الانيماليا البروتوزوا او الحيوانات الاوليه، وخد البروتوزوا مع الالجي الاثنين حطهم في مملكه مستقله سماها البروتيستا. البروتيستا هي ما هي مملكة تشمل كل الحيوانات وحيدة الخلية، ولكن خلي بالكم من حاجة، وحيدة الخلية حقيقية النواة، ودي هنقولها بعد. يعني ايه حقيقية النواة؟ يعني النواة فيها نيوكلير ميمبرين او غشاء حول النواة يفصل محتويات النواة عن محتويات السيتوبلازم. بعديه بفترة صغيرة جه ووز سيستم. ووز سيستم برضو باسم العالم بتاعه ده ويتكر، اللي سماه واحد اسمه ويتكر، وده ووز سيستم. وعلى فكرة ووز سيستم مش بعيد قوي من ويتكر سيستم، هو ومش مختلف قوي كتير. اذا كان ويتكر سيستم كان سنة 69، ووز سيستم كان سنة 96، وقسمها اما 6 كينج دام، 6 كينج دام يعني بدل 5 كينج دام في ويتكر سيستم، لا هو عملها 6 كينج دام وهنعرفهم دلوقتي، 6 مملكة، او نحطهم تحت 3 دومين سيستم. وايه الدومين ده؟ الدومين ده مجموعة من الكينج دام، يعني بتضم جواها عدد من الكينج دام. سليم الكلام ده؟ ده بالنسبة للووز سيستم. طيب الدومين قسمها الى 3 دومين، اركيا وبكتيريا وايوكاريوت. نقولها تاني، اركيا وبكتيريا وايوكاريوت. طيب نشوف الاركيا، الاركيا دي هتضم ايه؟ هتضم مملكه واحده، مملكه واحده بنسميها اركيا بكتيريا، اركي بكتيريا. سليم الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ما فيهاش غير الاركي بكتيريا اللي هي البكتيريا البدائيه قوي او البكتيريا القديمه، بيسموها كده البكتيريا القديمه او البكتيريا البدائيه. طيب لا، الدومين الثاني بكتيريا، يعني هو قسم البكتيريا هنا في ايه؟ في تو كينج دام وتو دومين، تو كينج دام وتو دومين، الاركيا والبكتيريا. الاركيا
بكتيريا، والبكتيريا فيها الايوبكتيريا اللي هي البكتيريا الحقيقية، بيسموها البكتيريا الحقيقية. والاتنين دولت الاتنين مع بعض، الكينجدام اركي بكتيريا وايوبكتيريا، بيعتبروا يوني سيلولر يعني وحيدة الخلية. ترجعوا تقولوا لي طيب هي يوني سيلولر، ما حطهاش ليه تحت البروتيست؟ لان البروتيست يوني سيلولر ولكنها ايوكاريوت، اما دولت الاركي بكتيريا والايوبكتيريا يوني سيلولر ولكن بروكاريوت. يعني ايه بروكاريوت؟ يعني بدائيات النواة. يعني ايه بدائيات النواة؟ يعني النواة لا تحاط بنيوكلير ممبرين، لا تحاط بغشاء نووي، وبالتالي كل الماتيريال اللي جوه النواة بتبقى ديسبيرست منتشرة في السيتوبلازم، فما فيش حد فاصل ما بين محتويات النواة وما بين محتويات السيتوبلازم، تبقى ديسبيرست، فدي بنسميها بروكاريوت. لكن في البروتيستا ودي ايوكاريوت حقيقيه النواه اللي هي بتحاط بنيوكلير ممبرين، وبيبقى النيوكلير ممبرين بيفصل ما بين محتويات النواه وما بين محتويات السيتوبلازم. اجي الدومين الثالث بقى ايوكاريوتا، وايوكاريوتا يعني او نسميها ايوكاريا، الاثنين صح، ايوكاريوتا وايوكاريا اللي هم دولت بيحتوي على النواة الحقيقية زي ما قلت اللي هي اللي محاطة بنيوكلير ممبرين. دولت بقسمهم إلى أربعة كينجدام، بقسمهم إلى أربعة كينجدام. إيه هما؟ اللي هي البروتيستا والفانجاي والبلانيتا والأنيماليا. بروتيستا وفانجاي وبلانيتا. أنيماليا المملكة هي مالتي سيلولر، بتضم كل الكائنات الحيوانيه المالتي سيلولر يعني عديده الخلايا. بلانيتا بتضم كل النباتات المالتي سيلولر وطبعا حقيقيه النواه. الفانجاي بتضم كل الفطريات وهي ايضا مالتي سيلولر. اما البروتيستا هنا، البروتيستا انا قلت ان هي حقيقيه النواه ولكنها يوني سيلولر. يوني سيلولر يوني سيلولر بتضم تحتها الالجي الطحالب، وبتضم البروتوزوا. البروتوزوا اللي هي ايه؟ البروتوزوا اللي هي الحيوانات الاوليه. فهو خد من الانيماليا البروتوزوا وخد من البلانيتا الالجي وحطهم الاثنين في مملكه لوحدهم اللي سماها بعد كده البروتيست. الشريحه دي هنبتدي بقى سنة تالتة. خلاص احنا عرفنا بقى التقسيم اللي فاتت كلها لينيوس سيستم ويتكر سيستم ووز سيستم، عرفنا. واحنا دلوقتي حاليا ماشيين على ووز سيستم. ووز سيستم ويتكر سيستم مش بعاد قوي عن بعض. كل ده بقى احنا ملناش دعوة بيه دلوقتي لان احنا شغالين في قسم علم الحيوان، فاحنا هناخد المملكة الحيوانية فقط. وطبعا برضو ملناش علاقة في الكورس بتاعنا بالبروتوزوا، فاحنا هناخد المملكة الحيوانية فقط، الكينجدام انيمال. important taxonomic criteria used in identification of kingdom animal. لما اجي اقول انا هقسم المملكة الحيوانية، لازم طبعا استعيد بيكم مرة تانية تقسيمة المملكة الحيوانية اللي انتوا اخدتوها في سنة اولى واخدتوها في سنة تانية، علشان انتوا هتمروا بكل الفايلة دي مرة تانية السنة دي. فانا بحط الاول قبل ما نشوف التقسيمة، بحط الاول شوية معايير على اساسها بقسم، شوية كرايتيريا، شوية كاركتر صفات. يعني لما اقول لك كرايتيريا او كاركترز، هي سنة تالتة. سليم الكلام ده؟ نمرة واحد مالتي سيلولار ليفل. مالتي سيلولار ليفل دي بتضم كذا ليفل عندي. بشوف السيل ليفل. يعني ايه السيل ليفل؟ يعني الحيوانات اللي وقف التعدي بتاعها عند مجرد مجموعة من الخلايا، وهذه الخلايا لم تتجمع مع بعضها وتكون تشو، ما كونتش تشو، يبقى وقف التعدي عندها عند السيل. والخلايا دي there is a division of labor among cells and different cells becoming specialized for particular jobs. الخلايا دي، مجموعة الخلايا دي، كل مجموعة منها أو كل نوع من أنواع الخلايا بيقوم بوظيفة خاصة به، ولكنها في النهاية أرجع تاني أقول إيه؟ نو ترو تشو. الخلايا ما اتجمعتش وما كونتش تشو. كلنا عارفين مجموعة الخلايا تكون تشو، مجموعة التشو تكون أورجن، مجموعة الأورجن
سيستم، لا هي ما كونتش تشو، هي ما زالت عند مجموعة خلايا بس، ودي بحطها تحت فايلم بوريفرا اللي هي سب كينجدم اللي احنا هنجيلها دلوقتي، البارازوا البعديات، سب كينجدم بارازوا اللي هي بتشمل فايلم بوريفرا او الاسفنجيات. طيب لو الخلايا كونت ترو تيشو، اهو هنا بقى عند التيشو ليفل، التيشو ليفل اللي احنا قلناها وقفت عند السيل ليفل فوق، نو ترو تيشو سب كينجدم بارازوا اللي هي منها فايلم بوريف. طب لو كونت تيشو ترو تيشو، يعني مجموعه من الخلايا كونت تيشو ولكن وقفت تعدي لحد كده، لحد كده ايه، لحد ان التيشو ما تجمعش مع بعض وما كونش اورجن، هحط تحتها سب كينجدم ميتازوا البعديات. الميتازوا بقى هي اللي هتضم معانا كل الفايله اللي هتبقى لحد نهايه اللافقاريات. دي كونت تيشو، سليم الكلام ده؟ طيب كونت تشو بقى سب كينجدم ميتازوا، في بعض الفايله هتكون اورجان بس، وفي بعض الفايله هيوصل بيها التعدي للاورجان سيستم. فاورجان ليفل بس هناخد منها، هنلاقي فيها فايله واحده البلاتي هيلمينسز او المفلطحات، الديدان المفلطحه والاورجان سيست، وبعدين بعدها بعض الاورجان كونت سيستم ليفل، يبقى احنا هنوصل بقى للانيليدا، مش الانيليدا بس، الانيليدا والملاسكا والارثروبودا لحد نهايه الانفرتبري. طيب ده نمره واحد مالتي سيلولر ليفل. طب نمره اتنين المعيار اللي انا باخد على اساسه جيرم لايرز، جيرم لايرز ديبلوبلاستيكا وتريبلوبلاستيكا، ثنائيه الطبقات وثلاثيه الطبقات، ديبلوبلاستيكا وتريبلوبلاستيكا. الحاجات دي بتحدث اثناء عمليه التطور الجنيني، عشان بس نعرف يعني ايه طبقات وثلاثيه الطبقات. اثناء التطور الجنيني بتيجي بعد البلاستيولا الجاستريولا تتكون، في الديبلوبلاستيكا الجاستريولا بتتكون من طبقتين اتنين بس، اكتوديرم واندوديرم، وما بيبقاش في بينهم اي طبقات، ويفضل الحيوان كده. الجيرم لاير معناها اللي هي الطبقات الجنينية، عبارة عن طبقتين، الجدار الخارجي بتاعه طبقتين، اكتوديرم واندوديرم. لكن لو أثناء التطور الجنيني لقيت ان اتكونت طبقة ثالثة ما بين الاكتوديرم والاندوديرم اللي هي الميزوديرم، يبقى بقى عندي جدار الجسم او الطبقات الجنينية للحيوان عبارة عن اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، الميزوديرم دايما طبقة وسطى بينهم، فبسميها تريبلو بلاستيك. وبالتالي بقسم الحيوانات، في حيوانات لسه في الاول بتبقى ديبلو بلاستيكا، وفي حيوانات بتبقى تريبلو بلاستيك. نمرة ثلاثة اقسم تبع البادي سيمتري، بادي سيمتري اللي هو التماثل بتاع الجسم، عندي نوعين اتنين من التماثل، راديال سيمتري وباي لاترال سيمتري. راديال سيمتري اللي هو راديال سيمتري زي ما نقول حاجه دائريه كده، حاجه دائريه الحيوان فيها كاركترايزد باي ارينجمنت اوف بارتز ات ايكوال ديستانس فروم سنترال ديسك. يعني لو انا اعتبرت ان الحيوان هنا عنده سنترال ديسك او سوري سنترال اكسس، محور مركزي، ابص الاقي الاورجنز فيه بتترتب على ات ايكوال ديستانس من هذا المحور المركزي، بتديني شكل هويل او شكل عجله، سليم الكلام ده؟ وبالتالي بيبقى ما عنديش في الحيوان ده يا سنه ثالثه، ما عنديش حاجه اسمها دورسال وفنترال ولا انتيريور وبوستيريور، لا انا بقول الحيوان اللي هي بقى بشكل علمي اكتر بنقولها اورال واب اورال. يمكن انتوا درستوا الموضوع ده في الايكاينوديرماتا في سنه ثانيه، هي منها بقى فايلا من نيداريا والكيتينوفورا والايكاينوديرماتا، بيبقى فيها الراديال السيمتري بتاع الجسم راديال. راديال معناها ان الاورجنز بتاعه الجسم بتترتب على مسافات متساويه من المحور المركزي، فبتبقى عامله على شكل هويل او شكل عجل. ده بالنسبه للراديال. بالنسبه للبايلاترال سيمتري، البايلاترال سيمتري ده بيقسم لي الحيوان الى نصين متساويين ايكوال في كل حاجه، النصين دول بيبقى واحد يمين وواحد شمال، وبالتالي بسميه بايلاترال سيمتري، يعني متماثل تماثل جانبي. هو في تماثلات تانية بتبقى مشتقه من التماثلين دول، ولكن دولت هم الميجور
فالبايلاترال سيمتري اللي هي يعني parts of the organism are arranged on either side of central gland. او افضل التعريف الثاني ان السنترال بلان اللي هو المحور المركزي عندي سيبرس ذا اورجانيزم انتو رايت اند ليفت هافز انتو نزود لها هنا انتو ايكوال رايت اند ليفت هافز. حتى برضو معظم الاورجانز بتبقى مترتبه بهذا الشكل، فبيبقى الحيوان مقسوم نصين كده، نص يمين ونص شمال متساويين مع بعض، متساويين في ترتيب الأورجانز، وبالتالي بنقول عليه بايلاترال سيمتري، متماثل تماثل جانبي. نمرة أربعة، نمرة تلاتة، أربعة سوري، ذا فيت أوف بلاستوبور. إيه هو البلاستوبور يا سنة تالتة؟ البلاستوبور ده أول فتحة او اول ثقب بيتكون في الجاستريولا اثناء التطور الجنيني للحيوان. طيب ده البلاستوبور اول فتحه، يمكن هي مكتوبه ذا فيرست اوبننج اوف اركنترون. اركنترون يعني ايه؟ الامعاء، بس في الجنين بنسميها اركنترون، في الحيوان الادلت او الحيوان الكامل بنسميها امعاء جوت. The first opening of arkenteron which forms during gastriolation. أول فتحة تتكون في الأمعاء أثناء عملية الجاستريوليشن في التطور الجنيني أسميها بلاستوبور. طيب ماشي، دي الفتحة دي تكون أثناء التطور الجنيني بقى. إذا الفتحة دي كونت الماوس يبقى الحيوانات دي بروتوستوميا، وبسميها أوليات الفم. أوليات الفم first mouse، أوليات الفم. إذا الفتحة كونت الإنس بسميها دي ديروستوميا، ودي ثانويات الفم. ثانويات الفم، أمال هي لو الفتحة دي اللي هي أول فتحة تكونت هتكون الإنس، أمال مين اللي هيكون الماوس؟ بعد كده هتتكون فتحة تانية تكون الماوس. يبقى إذا الإنس هنا في الحيوانات دي في الديتيروستوميا، ديتيروستوميا معناها ثانويات الفم، سكند ماوث. ديروستوميا ثانويات الفم، بروتوستوميا اوليات الفم. يعني ايه اوليات الفم؟ يعني اول فتحه تكونت كونت الفم. ثانويات الفم يعني اول فتحه تكونت كونت الانس، ما كونتش الفم، والفم هيتكون بعد كده. المعيار الخامس البادي كافيتي. طيب والبادي كافيتي هنا ايه؟ اللي هو السيلوم. سليم الكلام ده؟ السيلوم او التجويف السيلوم. فايه هو السيلوم؟ كافيتي عباره عن تجويف، المفروض انكم خدتوه بالتفصيل واخدتوا الفوائد بتاعته، واخدت ان جواه السيلومي وله فوائد كتير قوي بالنسبه للحيوان. سراوند تجويف، سراوند باي سوماتوبلير اند سبلانكونوبلير. سوماتوبلير يعني سوماتوبلير يعني معناها مخلف سوري مبطن جداري. مبطن جداري يعني هو السيلوم عبارة عن تجويف له جدارين، جدار يبطن جدار الجسم بتاع الحيوان. مبطن جداري سوماتوبلير يبطن جدار الجسم بتاع الحيوان، والجدار التاني يغلف الأحشاء بتاعته سبلانكونوبلير. سبلانكونوبلير معناها مغلف حشوي. بقسم الحيوانات تبع المعيار ده إلى ثلاثة. إيه سيلوماتا؟ حيوانات ما فيهاش السيلوم خالص زي البلاتي هيلمنسز او الديدان المفلطحه. بيزيتوسيلوماتا فيها تجويف ولكنه مش سيلوم، وبنقول عليه سيلوم كاذب، ده زي النيماتودا او الديدان الاسطواني. وبعدين سيلوماتا بقى اللي هي فيها السيلوم احنا بنقول ذو جدارين سوماتوبلير وسبلانكونوبلير وفيه السائل السيلومي. هذه السيلوماتا بقى منها كل الفايلم انيليدا مولاسكا ايكاينوديرماتا، لكن بقسمها الى نوعين اتنين شيزوسيلا وانتروسيلا على حسب ايه؟ على حسب طريقه تكوين السيلوم اثناء التطور الجنين. سليم الكلام ده؟ فاذا كان السيلوم بيتكون على شكل جيوب سيلومية بس بيبقى تبع الانتروسيلا، بيبقى هي فايلم الايكاينوديرماتا. اذا كان السيلوم بيتكون على شكل تكويف كامل حوالين الامعاء بتاعت او الاحشاء بتاعت الجسم بسميه شيزوسيل. وبعدين المعيار السادس بقسم الحيوانات فيه تبع اللوفوتروكوزوا والاكدايزوزوا. تروفوتروكوزوا والاكدايزوزوا. لوفوتروكوزوا بقسمها الى شعبتين اتنين، لوفوفوراتا اللي هي او اتنين
لوفوفوراتا اللي هي منها البرايازوم، فايلم البرايازوم لسه هتاخدوها السنه دي في المينور فايلا مع الدكتوره فادي. البرايازوا بتتميز الحيوانات بتاعتها بان هي لها لوفوفور ستراكشر، واللوفوفور ستراكشر دي عباره عن مجموعه من التنتاكلز وبتكون هولو يعني مجوفه، والتنتاكلز دي هي اللي بتقوم بعمليه الفيدن، وبتبقى فوق هي في اعلى منطقه في الحيوان بيسموه اللوفوفور استراكشر او اللوفوفور تنتاكلز، وعلشان كده ده مميز جدا، تركيب مميز جدا بيحطوا تحتيه فايلم البرايازو. اما التروكوزوا فهي الشعب اللي بتبقى اليرقه بتاعتها التروكوفور لارو. ارجعوا كده للانيليدا والملاسكه هتلاقوا ان الانيليدا مميزه بالتروكوفور لارفا، والملاسكه اول لارفا فيها، الملاسكه لها يرقات كتير، اول يرقه فيها او بدايه فيها التروكوفور برضو، فالاثنين دول. علشان كده كتب كتير بتحط الملاسكة بعد الانيليدا بيتبعوا التروكوزوا. التروكوزوا كل الحيوانات اللي بتبقى اليرقة بتاعتها تروكوفور او بداية اليرقات بتاعتها التروكوفور لارفا يرقة التروكوفور. الاكدايزوزوا، الاكدايزوزوا هي كل الحيوانات اللي بتقوم بعملية الاكدايزيز، والاكدايزيز معناها الانسلاخ، وبنسميها اكدايسز او بنسميها مولتنج. مولتنج برضو معناها انسلاخ. يعني ايه؟ يعني الحيوان بيجي جدار الجسم بتاعه او الجلد بتاعه ما بيكبرش مع كبر حجم الحيوان، سليم الكلام ده؟ فبيجي في وقت من الاوقات الحيوان يحس ان الجلد بتاعه بقى ضيق عليه، يقوم ينسلخ منه ويكبر ويكون جلد تاني. دي عملية الانسلاخ ببساطة، يعني عملية الانسلاخ بتاعت الحيوانات. طبعا عملية الانسلاخ دي مشهور بها حيوانات الارثروبود هي المفصليات والنيماتودا، فبنحطها تحت قسم لوحديها اللي هي الاكدايزوزوا، الاكدايزوزوا اللي هي الحيوانات اللي بتقوم بعملية الانسلاخ او المولتنج انيمال. الستة معايير دول او الستة صفات دول هم اللي بيعملوا لي اللي على اساسهم بقوم بعمليه التقسيم، وعلى اساسهم دلوقتي انا هبتدي اقسم المملكه الحيوانيه بهذا الشكل. الاول قبل ما اقسم المملكه الحيوانيه، السلايد اللي قدامكم دي بتضم كل التاكسونوميك او كاركترز او التاكسونوميك كرايتيريا تو كلاسيفاي انيمال كينجدوم، عشان لما يجي لك سؤال قولي التاكسونوميك كرايتيريا اللي احنا بنقسم على اساسها، لما يجي سؤال كده اذكري الكاركترز او الكرايتيريا اللي احنا بنقسم على اساسها، تقومي تذكري الستة اللي قدامك في السلايد دول، ما تقعديش تقسمي. انا ما قلتلكيش قسمي، انا بقولك المعايير اللي انا قسمت على اساسها، لكن ما قلتش قسمي، سليم؟ ففي الحالة دي الستة دول هم دول اللي انا قلتهم في السلايدز اللي فاتت يا سنة تالتة. هقراهم معاكم بسرعة. مالتي سيلولار ليفل، زي ما قلتلكوا في فايلم بتقف عند السيل ليفل ما بتكونش تيشو زي البوريفرا، في بتكون تيشو بس ما بتكونش اورجا زي البلاتي هلمنسز، في بتكون اورجان بس وما تكونش سيستم زي النيماتود، وبعدين اللي بتكون سيستم بقى زي الانيليدا ملاسكا، وهكذا. الجيرم لايرز اللي هي ثنائية الطبقات ديبلوبلاستيكا تريبلوبلاستيكا، ودي برضو هنعرفها دلوقتي. ديبلوبلاستيكا منها النيداريا، تريبلوبلاستيكا منها بقية الشعر. بادي سيمتري قلتلكوا، لإما رادياتا على تماثل الجسم على شكل عجلة كده، منها الإيكينوديرمات احنا درسناه المرة اللي فاتت السنة اللي فاتت، والبايلاتيريا اللي هي البايلاترال سيمتري. فيت اوف بلاستوبور، اتفقنا بور اول فتحة بتتكون اثناء التطور الجنيني للاركنترون اللي هي الامعاء، واذا كونت الماوس تبقى دي اوليات الفم اللي هي البروتوستوميا، اذا كونت الانس تبقى دي ثانويات الفم وتبقى دي الديتيروستوميا. البادي كافيتي اللي هي السيلوم، وطبعا في السلايد اللي فاتت شرحنا ايه هو السيلوم، واذا كان ما فيهاش سيلوم يبقى ايه سيلوماتا، فيها تجويف كاذب مش سيلوم يبقى بيزيدوا سيلوماتا او السيلوم الحقيقي. وبعدين ابتدي اشوف هل هي تبع اللوفوفوراتا، لوفوتروكوزوا فيها اللوفوفوراتا او اللوفوفور ستراكشر زي البرايازوا، ولا هي بتتبع اللي هي اليرقات بتاعتها بتبقى تروكو فور لارفا بحطها تحت التروكوزوا زي الانيليدا والملاسكا، ولا هي بتتبع الاكدايزوزوا اللي هي بتقوم فيها بعمليه الانسلاخ زي الارثروبودا والنيماتود. نوصل
تقسيمة. التقسيمة دي بقى انتوا بسهولة يا سنة، يا سنة تالتة، هي دي التقسيمة اللي انتوا خدتوها في أولى وتانية، بنذكركم بيها عشان لما نيجي نشتغل دلوقتي في أنا أو الدكتور فايز أو الدكاترة التانيين يشتغلوا في أي فايلم تبقوا انتوا عارفين موقعها في الكينجدام أنيمال. طبعا احنا ملناش دعوة بالتقسيمات اللي شرحتها في بداية المحاضرة، أنا هبتدي في الكينجدام أنيماليا، والكينجدام أنيماليا بتنقسم إلى اتنين سب كينجدام، بارازوا اللي هي نوت رو تيشو ما بتكونش تيشو، ودي منها فايلم واحده البوريفرا اللي انا هدرسها معاكم باذن الله. ميتازوا دي اللي بتكون ترو تيشو، والميتازوا دي بتنقسم في الاول لاتنين مجموعتين كبار او قسمين كبار قوي، ديبلوبلاستيكا ثنائيه الطبقات، وثنائيه الطبقات دي بتبقى فيها الاكتوديرم والاندوديرم بس ما فيهاش المي. هتقولوا لي لا ان داريا احنا خدنا جزء مع الدكتور فايز او لسه هتاخدوه، ده في طبقه بينهم اسمها الميزوجليا ولكنها ليست ميزودير، دي طبقه جيلاتينيه بتتكون بينهم ولكنها ليست ميزوديرم حقيقي. وبالتالي النيداريا فايلم النيداريا وفايلم الكيتين وفورا بيتحطوا تحت ثنائيه الطبقات، وثنائيه الطبقات معظمها معظم او بمعنى اصح كلها بتبقى رادياتا، رادياتا يعني فيها تماثل الجسم راديال سيمتري. هل معنى كده ان الراديال سيمتري كلها ديبلوبلاستيكا؟ لا، في حيوانات راديال سيمتري تريبلوبلاست، انما كل الديبلوبلاستيكا راديال سيمتري. سليم الكلام ده؟ اجي بقى للتريبلوبلاستيكا اللي هي منها بقيه الشعب كلها اللي هي ثلاثيه الطبقات دي، الطبقات الجنينيه بتاعتها عباره عن اكتوديرم للخارج، اندوديرم للداخل، بينهم طبقه ميزوديرم في الوسط، طبقه ميزوديرم حقيقيه، ودي معظمها بتبقى بقول عليها بايلاترال سيمتري او بايلاتيريا، الاثنين صح معظمها، لكن ده ما يمنعش ان من ضمن التريبلوبلاستيكا في فايلم الايكينوديرماتا بتكون تبع الرادياتا. الشريحة الأخيرة دي بقى تقسيمة التريبلوبلاستيكا بس، لأن التريبلوبلاستيكا بتضم بقية الشعب لحد نهاية الفايلة بتاعة الانفرتبري. سليم الكلام ده؟ عندي بقسمها الأول البروتوستوميا والديتيروستوميا، وقلنا بروتوستوميا أوليات الفم، ديتيروستوميا ثانويات الفم على أساس البلاستوبور اللي هو أول فتحة بتتكون في الأطوار الجنينية. فالبروتوستوميا هنا بقسمها على ارجع تاني اقسمها على اساس السيلوم، في عندي الايسولوماتا شعبه البلاتي هيلمنسز، والبيزيتوسولوماتا السيلوم الكاذب شعبه النيماتودا، وبعدين السيلوماتا دي اساسا معظمها، معلش هو السهم جه غلط، معظمها تبع الديتيروستوميا، معظمها ده ما يمنعش برضو ان هي تبع البروتوستوميا بس تبع الديتيرو استوميا. السلوماتا بقى بقسمها الى اتنين كبار، شيزوسيليا وانتروسيليا اللي انا قلت لكم تبع طريقة تكون السيلوم اثناء التطور الجنين. الانتروسيليا دي ما فيش منها غير اتنين فايلم بس، فايلم الايكينوديرماتا وفايلم الكوردات. فايلم الكوردات اللي هي الحبليات بقى دي تبع الفقاريات، بس احنا بنقسم المملكة الحيوانية كلها، فدي طبعا احنا مش هندرسها في الكورس بتاعنا لان دي تبع الفقرية، لكن بننهي الكورس بتاعنا عند فايلم الايكينوديرمات. اما الشيزوسيلا بقى بقيت الحاجات دي كلها اللي احنا لسه قايلينها، لوفوتروكوزوا، لوفوتروكوزوا اللي هي منها اللوفوفوراتا اللي هي منها اللي فيها اللوفوفور استراكشر، منها فايلم زوا او التروكوزوا، التروكوزوا اللي هي اليرقة بتاعتها تروكوفور زي الانيليدا والملاسكا، وبقسمها القسم الثاني الاكدايزوزوا. الاكدايزوزوا الحيوانات اللي بتقوم بعملية الانسلاخ عشان تستطيع عملية النمو، اللي هي منها فايلم الارثروبودا وايضا فايلم النيماتودا بتنسلخ، لكن ما اقدرش احط النيماتودا مع الارثروبودا هنا لان النيماتودا تبع البيزيدوسولومات. سليم الكلام ده؟ ولكنها بتقوم بعملية الاكدايزوزوا.